استقبلت بيروت السنة الجديدة بأجواء احتفالية مميزة، وما قدرت الأمطار ورداءة الطقس تمنع اللبنانيين من الاحتفال، فشهدت ساحة النجمة تجمع حاشد واكتظاظ كبير لحضور الحفل الفني اللي نظمته بلدية بيروت، واللي قدرت أنها تجمع اللبنانيين اللي أجوا من كل المناطق ليحتفلوا بأجواء حماسية. وفاجأ رئيس الحكومة سعد الحريري المحتفلين بحضوره. خلل الاحتفال عروض ترفيهية وموسيقية متنوعة. هذا المشهد استحضر تلقائياً مشهد الساحة المهجورة اللي حولها القرار السياسي والإجراءات الأمنية لساحة أشباح. هيدا الساحة رجعت نبضت فيها الحياة بليلة رأس السنة. لعل هيدا المشهد يكمل على باقي أيام السنة.